هاي ما تحشمنيش عاد. اه هيك شفتها؟ عسلامة ومرحبا بكم من سكول فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. كهربتنا اليوم برشا فيكم مستناو فيها، وكي هبطت تونس عملت ضجة كبيرة، اللي هذا يسأل عليها سوم اتراكتيف، كهربا مزيانة، كاتيجوري جديدة من عند فولكسفاجن ماناش مستنسم بها، دونك برشا ناس قعدوا يسألوا عليها. كهربتنا اليوم هي فولكسفاجن تي كروس. فولكسفاجن حبت تغطي قلة المبيعات نتاع جولف ومن بعد تاع البولو اللي سعرها غالي برشا، دونك اتجهت نحو لي اس يو في الصغار واللي هما اكثر كاتيجوري توا مطلوبه في الاسواق، مش بركه تونس، في الاسواق الكل تقريبا. دونك معنا اليوم التكروس الفينيسيون مش الفل بالكل، المتوسطه نحكيو على لها من برا من داخل شنو فيها، شنو هي هالكهرباء هذيا، وين تتمركز الكهرباء هذيا من ناحيه الكبر ومن ناحيه الكاتيجوري ومن ناحيه المنافسه في تونس وكل شيء. قبل ما نبداو اشتراكك في القناة مهم برشا إذا تحب نعمل محتوى كيف ما هكا، وإذا يعجبك الفيديو لايك للفيديو، وإذا عندك أي سؤال خليونا في التعليقات وإلا في الديسكريبشن لو تلقى معلومات الاتصال. يلا بينا ليتس جو. أما باش تقول لي لحظة برك الساعة، خلينا نعاود نشوف اللي جاتنا لتونس واللي جاتنا ولي هذي، فما فرق بيناتهم. إي نعم، توا كان باش تغطر اللي جاتنا لتونس باش تلاحظ اللي فما فرق واضح من ناحية الأضواء والباراشوك نتاعها وشوية في الكالندر. باهي خفسر لك الحكاية. التيكروس اللي قاعد نصور فيها اليوم هي اللي موجهه اساسا للسوق الاوروبي واللي تتصنع في اسبانيا وعده دول اخرين. التيكروس بصفه عامه تتصنع في 4 دول، الصين، البرازيل، واسبانيا، واندي والهند. والهند باهي الفيرسيون اللي جاتنا لتونس هي اللي تتصنع، اللي كانت تتصنع في الصين وبعد ولات تتصنع في الهند، هي اللي جاتنا لتونس. علاش جاتنا الفيرسيون هذيك؟ على خاطر لازمها تجينا فيرسيون رخيصه باش تجينا بكسوم هذاك. انت ريتها ب 70 مليون، معناتها 70 مليون في كهرباء كيف هناك، زاد راهم مو زاد هما راهم اغبياء ولا حاجه، معناتها جابوا لك الفيرسيون الهنديه يد العامله رخيصه الكاليتي الاقل شويه باش تجي تتوافق مع شنو القدره الشرائيه نتاع المستهلك التونسي ولا المستهلك كيما الدول كيما تونس، معناتها الدول الناميه. دونك الفيرسيون اللي معايا اليوم الاوروبيه تختلف شويه في الاضواء من قدام والباراشوك. الفيرسيون نتاع تونس جوست تختلف زاد معناتها الاضواء اخرين وباراشوك اخر، نوريك التصويره نتاعها تعمل شويه مقارنه، اما راهو ما فماش المقارنه اللي باش تخليها هذه خير ولا الاخرى خير، مقارنه جوست في الديزاين هكا هو. باهي بالنسبه للتكروس بصفه عامه كتمركز نتاعها تتمركز كانها عباره بولو فولكسفاجن حبت تعمل بولو كروس، عملت هذيا ما تعملش بولو كروس كما قبل، عملت التكروس هذيا واللي هي تجي ما بين البولو والتيروك. التيروك عباره على جولف كروس وهذه عباره على بولو كروس. باهي بالنسبه من قدام الاضواء نتاعها عاديين يشبه البولو برشا، الكالندر نتاعها كيما ليدونتيتي تاع فولكسفاجن، لوجو جديد تاع فولكسفاجن من لوت عندي لونتي برويار، ومن هنا كي بالبلاستيك مع شويه كروماج مع شويه بيانو بلاك برسمي مزيانه برشا، وعندي من هنا زاد الدور نتاع الرادار نتاعها. الاربع خطوط الحاده يتبعوا فينا من البولو حتى لهذه زاد 4 خطوط حاده في الكبوت، باهيين برشا يعطيو هيبه للكهرباء، فهمتوا الكهرباء ماهيش عاليه برشا على الكياس. دونك الكاتيجوري نتاعها تمركز عباره على كروس اوفر مش حتى اس يو في، معناتها ولا اس يو في فيك، خاطر كلمه اس يو في الحقيقه توا فقدت قيمتها راه توا في الاس توا في السنوات الاخيره، ما عادش سبورت يوتيليتي فيكل ولا كهرباء يعليها شويه يقول لك اس يو في، او قال لي طلعت لنا حكايه الكروس اوفر. هذا هو بالنسبه للقدامي تاع الكهرباء، خلينا نتعداو توا نشوفوا الجنب نتاعها. بالنسبه توا للجنب نتاعها باهي شكون هم المنافسين نتاعها في السوق؟ من اكثر المنافسين نتاعها نجم نقولوا السيات ارونا، اما هذه اكبر شويه، نجم نقولوا زاد سكودا كاميك ولا سكودا كوشاك، والا زاد الهيونداي بايون زاد شويه، ولا هذه نحسها اكبر منهم شويه، هذيك هي الحكايه. دونك بالنسبه للخطوط الحاده شفت كيفاش هي راهي عباره على بولو كروس من غير ما تكون بولو، 4 خطوط حاده هوني، حتى الخطوط هذوما نفسهم في البولو تلقاهم راه، الريتروفيزور نفسها نتاع البولو، الجنب نفسه نتاع البولو، اصلا كي تغزر لها عباره بولو بالضبط. باهي عندنا الفران ديسك من قدام، ومن تالي العجل نتاعنا 255 17 انش وجنط محلاه، ماهمش خايبين، سامبل للون نتاعهم، ماهمش خايبين معناتها يعطيوها هيبه شويه كهرباء. دونك بالنسبة للتلفزيون كليني طون فيها حاجة عجبتني زادة انه البلارات نتاعها فيمي معناتها بالرسمي بالكدا بالكدا كحلة بالكدا بالكدا باهيين، وكلمة فولكسفاجن ولات تكتب فيها هوني فولكسفاجن مزيانة على الاخر بالاكحل من هنا هوني، عندنا كروماج من هنا وعندنا بار دو توا كرومي زادة من هنا. هذا تقريبا بالنسبة للجنب نتاعها، كيما قلت لك الكبر نتاعها يتمركز في الحكايات هذاكم. خلينا توا نشوفوا التيلاني نتاعها. خليني نذكرك باش تعمل اشتراك في القناة كانك مازلت او كانك اول مره تتابع فينا، وخلينا نحكيو على التيلاني نتاعها. شوف من تلي يحبوا يتبعوا توندونس شويه، حاجه عجبتني واليوم عملوا كل بار لايت من هون، شفتها من هنا باهي برشا، هذه معناتها مضيئه فهمت، واللوجو من هنا صغار بالكدا باراكور على القدام، لوجو ولا صغرونه كي تحط في وسط كيما نقولوا هالبار دي اللي عملوها هكا من برا بالبيانو بلاك، ومن داخل شويه ضوء، ولا عندنا من هنا الكلينيت السنار نتاعها، وعندنا الكلينيت نتاعها والمارشاليير وكله بالاي دي بالطبع، ومن قدام ومن تالي كلهم بالال
ايدي من تالي تقريبا نفسها الهنديه نفسها الاوروبيه ما تبدل حتى شيء تقريبا. عندنا من هنا ال شو اسمه هذايا بتاعها الباجيت ال نسيت اسمه هذايا حاسيلو الاكسسوار هذايا تروزيان في الستوف. وعندنا زاده من هنا عندنا زاده الكاميرا نتاعها نورمالمون تجينا في تحت اللوجو نتاعها. وعندنا الدور نتاع الرادار نتاعها من تالي كهرباء مزيانه على الاخر الحقيقه باهيه بالكدا ومن تالي ما تشبهش برشا البولو كيما من قدام. توا خلينا نشوف المال نتاعها بان تعداو الداخلاني قبل ما نوريكم المال نتاعها خلينا نوريكم المفتاح نتاعها. بالنسبه للمفتاح نتاعها عادي على الاخر الفيرسون اللي معنا اليوم تاخذ بالمفتاح دونك كيما تاع البولو بالضبط التسكير حل المال والحلان نتاعها. والمال نجم تحلو توقع تنزل عليه هذه تحلو والا تنجم زاده بالفلسه من واحده من البوطون نتاع المال نتاعها. توا خلينا نتعداو للمال نتاعها. بالنسبه توا للمال نتاعها الحموله نتاعها 385 ايتر في الكاتيجوري يجي هو بالضبط مع سكودا كوشاك نفس الواحد كل يجي في المتوسط هما اللي اقل هما اللي اكثر. مثال سكودا كاميك فيها 400 ايتر اما يتم مقبول بالكدا بالكدا من داخل نفسه نتاع البولو بالضبط. رجعنا صورت لكم بولو فيس ليفت نتفرج في الفيديو نتاعها. عندي ضو من هنا وعندي كروشيه من هنا وكروشيه من هنا وتهز هذه هذه تابي تحط على دوز ايتاج بتبيعك تحطها من فوق باش نقص لك الحموله نتاعو دونك. وعندي من لوطه روتسكور تاعها جاليت جاليت معناتها واللي هي ماهيش كيما الترافيه البرا حاجه باهيه كي باش نحي البخل باش واحد يمشي بدلها فيسا فيسا. وكل شيء مغلف معناتها مش مقصرين في حتى شيء بالرسم كل شيء مغلف كل شيء تحسه دو كاليتي لاني عندي تريانجل دي بريزيناليزاسيون نتاعها وباش تهبطوا تهبطوا من هنا ومن هنا. خلينا تو نتعداو للداخلين نتاعها. باهي الدخلاني توا باهي بالنسبه للدخلاني نبداو بالكونتر بورت نتاعها. انا الحاجه اللي بهتني حتى في الكاتيجوري هذه انا انتقدتها في البولو وقلنا بولو مثال للسيتادين ان لو انه حتى في كاتيجوري كيف من هكا انه كونتر بورت مازال كله بالبلاستيك ما فهمتش فولكس فاجن ايش بيعطوا الكوريين واليابانيين والصينيين كونتر بورت اللي كله مغلف الصراحه بغض النظر على الكاليتي اما كله مغلف على الاقل يعطيك قيمه للركاب الخلفيين. اما لهنا حتى شيء ما هو مغلف في الكونتر بورت كله بالبلاستيك معناتها نقصد فهمت. عندي فيتر الكتريك وعندي فيها قجر وعندي تبرلو نفسه تاع البولو كونتر بورت نفسه تاع البولو. هي برا راهي بولو عاليه اما ماهيش اسمها بولو هكا هذيك متنكره معناتها فهمت. باهي بالنسبه لهنا ما عنديش حتى ديزايراتور رغم اللي كهرباء اكبر اكبر من البولو معناتها مراحل وما عنديش ديزايراتور اما عندي زوز شحن سريع زوز فاست شارجر. بالنسبه للكسوه نتاعها كيما تاع البولو بالضبط زاد التونيل عالي قبل ما تعدي التونيل. بالنسبه للمساحات من هنا باهي مساحة الركبة مساحة الراس باهي ماهمش خايبين بالكل. دوز التيل تنجم يقعد بالكدا والوسطاني لازم يكون صغرون على خاطر التونيل تاعها عالي بالكدا فيها ليزو فيكس بالطبع. ومن هنا هذه قاعدين نشوفها تنوريهالكم اون باراليل هذه نتاع انت كي تهبط البونكيت هذه خاطر هي ربطها ب 60 40 تحط السنتور تحطها هوني هكا باش ما السنتور تقعدش هكاك تشتح وحدها وبعد كي ترجع على البونكيت وما حزير تقعد تعاود فيها مره اخرى. دونك الكسوه نتاعها الحق مزيانه على الاخر والكسوه ملمس تاعها مزيانه على الاخر مخلطه بين شويه سيميل كوير شويه قماش شويه سيركي كوير ماهيش خايبه بالكل. وهذا هو مثلا بالنسبه للمساحه تاعها. من هنا عندي بلافونيه دو بلافونيه ال اي دي في البولو لقيتهم ماهمش ال اي دي عاديين لهنا يوليو ال اي دي مش باللمس وانما بالفلسه من هنا يتحل وحده مع الباب بالطبع. وهذا هو بالنسبه للتيلاني نتاعها كيف التيلاني هكا مالك كيفاش القدامي القدامي ظهر لي برا تفرج فيديو تاع البولو وكاها وخلينا نكمل الحلقه هوني فلق معك. اما راهو كيما البولو بالضبط صراحه راهي هي راهو من الاخر فهمها عباره على بولو. البولو الفيس ليفت تعلات شويه من الاخر هذاك هو انا خاطر مازلت كي اليوم برك كنت نعمل في تيست درايف تاع البولو والبارح صورت لكم البولو نحس روحي نفس الشيء جوست تعليت شويه هكا هو هذيك الفرن ما مازال مانيوال. اما قبل الفرن ما خلينا نشوفوا لهنا لهنا مغلفوها شويه بالسيميل كوير من هنا مش كيما قماش في البولو. لهنا عندي قجر يولي اكبر شويه وعندي وات بارلور عندي كات فيتر الكتريك تروفيزور رابطه بالشوفون سيكيورتي انفون من تالي. الفولون كيف تاع البولو بالضبط مزيان على الاخر كيما قلت لكم. عندي على اليمين عندي تاع الاوردينتور دو بور نتاعها على اليسار عندي تاع كروز كنترول نتاع الفوليوم تزيد وتنقص. بالنسبه للبولو وقتها كان فيها اكرون كامل هنا يولي فيها زوز دور كونتور وكونتور معناتها ستاندار اكثر الحكايه. وعندي فيها لي باليت او فولون عندي من هنا بالبيانو بلاك تخدم بالمفتاح بالطبع عادية يطلع ويهبط يقدم يوخر الفولون ريغلاب انوتيريون بروفوندور لا ليماج اوتوماتيك دو فو فيها هذه الفينيسيون تاع الكربون فايبر الفي كيما البولو بالضبط تبعنا من الكونتر بورت هذايا حتى الكونتر بورت اللي ما غادي على التابلود بور كامل. شفتوا انتم قاعدين ترفي كل شيء بعيد اما تو نوريكم كل شيء اون باراليل. بالنسبه لهنا عندي الزكرون هذايا تعدي بيديك اي نعم تعدي بيديك هكا شوف انت قلنا بداية هكا قاعد يبدل لي في الوحدي هكا في الفاز اكلي كي تعدي بيديك هكا هو يحس لي فما حركه هكا ويبدل لك الصفحه اللي بعدها ولا حاجه شفت توقع قاعد يبدل لي في القنوات اما غير عامل ميوت علاش مش تسمع في الصوت. الكليماتيزور تاعها اوتوماتيك بيزون
زون تاع اليسار السائق وزون تاع اللي بحذاه وحده، كل واحد يحط تمبيراتور اللي يحبها، والا في اوتو ما تعمل السينك تحط نفس التمبيراتور. عندي الاوبسيون نتاع تسقط حدا في الامبوتياج، وعندي الاوبسيون نتاع السطوط نتاع الرادار. البواط هذه دي اس جي فيها زاد المود مانيوال، عندي شارج اندكسيون نتاعها كانو بلاك من هنا حلو على الاخر، عندي فيها زوز حاملات اكواب فرام دو باركينج مانيوال، وعندي لاكودوار كبير يقدم ويوخر، ومن هنا كي نحلو فيه قشر صغير بالكل، فهمت انت كي ترى تقول كبير ما هو القشر تاعو صغير بالكل. ما هناش عندي يا اخي، ما هنا عندي التابلت بورد تاعها كله بالبلاستيك، من هنا عندي من هنا شويه كي مساحه نتاع تخزين كي من هنا ما غير ضوء، استغربت كله فيها هذه ما فيهش، سبحان الله معناتها فولسباك ساعات تعمل حاجات دونك ما فيهش ضوء المرايات نتاعها. عندي القشر هذا يا بتاسيستي وفيه معناتها مساحه ماشي خايبه مقبوله، والكسوه نتاعها من قدام زاده ماش خايبه بالكل. باهي تو يجيو خلينا نعمل لكم شويه طلع على الاكران هذايا شنو فيه. باهي تو بالنسبه للاكران هذايا، اول حاجه خلينا نوريكم شنو الاوبسيون اللي فيه. دوما تو كيش نعادي دايا هكا، هاي ما تحشمنيش هاك، هاك شفتها بون، مش في كل اللي موفمون ينجم يحسها، ظهر لي يحب هاك شفتها هكا تكون منظمه، شفتها تكون منظمه هكا شفتها. دونك لهنا ينزلوا مثلا لهنا اراتش، من هنا واللي هي فواتور يصور لك الكهرباء ما غادي، يعطيك الاوتونومي نتاعها، الفيتيس الموين نتاعها، الكونسوماسيون نتاعها، قداش ماشيه الكهرباء. الكهرباء اليوم ماشيه 3578 كيلومتر، اما اخر مره قداش مشات؟ مشات 16 كيلومتر. دونك من هنا يعطيك متى برشا معلومات. لهنا النافيغاسيون نتاع الخريطه، الابليكاسيون نتاع الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، دونك هو يفتحها اوتوماتيك. عندي ننزل نرجع المنيو من هنا، دونك من هنا عندي اللانجويج، نجم بدل برشا لغات، مثلا توش نحط لكم الفرنسي باش تفهم اكثر. دونك نستناو شويه، دونك لهنا نرجع هكا فون، شفت كيفاش يتبدل محلاها. دونك الكرام برسمي مزيان برشا، والاضاءه نتاعو معناتها باهيه برشا ومش معرض للشمس، شفتوا كيفاش مغطي من هنا، حتى كان تضرب الشمس ماهيش باش تضر الرؤيه للشمس نتاعك، فهمت؟ دونك وفيه الفلس، خليو الفلس باهي كيما تاع بولو بالضبط، وكيما تاع زاد كراف فولكسفاجن الاخرين راه ما يتبدلش برشا. دونك لهنا عندي نتاع الايدو كوندويت تاعها، فيها ديتكتور دو فاتيك نتاعها هاك الريغلاج هكا، ديتكتور دو فاتيك قالي لي زانفورماسيون هاك سيت فونكسيون كان بار لو كومبورتمون كاركتيستيك دو فولون، حتى هو حسب كيفاش انت شاد الفولون وكل نجم يعرف اسكو انت تعبت ولا. اندرويد اوتو الميديا الفازات هذوكم منيو هكا ترجع التوناليتي، الريغلاج عندك في الريغلاج عندك ليكرون نتاع اليومينوزيتي نتاعو والفوند ديكرون نتاعو لي لونغ اور دات، عندك الواي فاي فيها، عندك الكوبي رايت هذيك حقوق الحقوق ولا شنو، حقوق النشر ولا شنو، حقوق الطبع، الفويس من هنا هكا لا فونكسيون لي با ديسبونيبل قالك. وهذا هو بالنسبه للكرون هذاك، هذايا خليني نوريه لكم من هنا هكا، هذايا مش كيف البولو، كي صورت البولو كان خير من هذا، اما هذا هو ستاندر، يرجع بينا ستاندر عادي شويه. دونك عادي على الاخر نجي نبدل من هنا انا من هنا، دونك نجي بدل من هنا هكا تراجي قلي قدي هكا، هاي ايد كوندويت نافيغاسيون كذا، جوست راهو نفس المعلومات تاع الاكرون الاخر، اما جوست الاكرون هذا يولي اصغر كهو. دوني دو كوندويت هذه حسب فهمت الفيرسيون ما فيهش برشا نمط سيكوريتي، اما مقبوله انت. وهذا هو بالنسبه لي دو زيكرون هذوما. كملوا تو الفيديو نتاعنا مع حاجتين واللي هو ليزيكيبمون سيكوريتي نتاعها والموتور نتاعها. باهي بالنسبه ليزيكيبمون سيكوريتي اللي جينا في تونس جينا بتروا فيرسيون، الهاي لاين والتوب لاين والكونفور لاين، حاسيلو هذو الكونفور لاين الاولانيه والهاي لاين الوسطانيه والتوب لاين الاخرانيه. الحاجه اللي ما عجبتنيش الفيرسيون الاولى والثانيه فيها كان دو زيرباك كهو، دو زيرباك في 2023 ولا في كاتيجوري كيف هناك راهم حكايه فارغه، عباره ما فماش زيرباكات راهو بالرسمي حكايه فارغه بالكل. ديجا هي هكا علاش ديجا هي جينا من الهند، وديجا هما الهند معناتها حكايه السكيورتي ماهيش من في اعلى القائمه، اخر حاجه يخموا فيها، اما توا بدا يتحسنوا شوي شوي. باهي الفيرسيون الاخرانيين جينا بستة ايرباكات، اما الفيرسيون كل فيهم الاي بي اس تراكشن كنترول بالطبع، وفيهم زاد الكنترول بريسون دو بنو والديتكتور دو فاتيك. هذا هو بالنسبه للسيكوريتي. استغربت انه ما فماش هكا مساعد على خط المسار، ما فماش هكا نظام منع الاصطدام، هذوما اوبسيونات ولا موجودين حتى في السيتادين، معناتها اوبسيونات ولا عاديين بالكل. استغربت على ما فماش حتى في الفيرسيون، معناتها حتى في الفيرسيون 3 ما فماش. بالنسبه للموتور مانيش نعمل تيست درايف الكهرباء هذيا، علاش؟ على خاطر الكهرباء هذه اللي بحذايا توا هي موجهه للسوق الاوروبي، تجيب موتور 1 لتر طلع 110 حصان تربو، واللي جاتنا لتونس تجيب موتور 1 لتر تنفس طبيعي 116 حصان و173 نيوتن متر 6 شوفوت رواسي لاندر.
دونك الموتور هذاك مش الموتور تاع الكهرباء هذيا. ان شاء الله في تونس كان متت الفرصه مع جماعه فولكس فاجن او مع احدى المتابعين نجربوك من فيرسيون تونسيه. جينا كما قلت لك 116 حصان 173 نيوتن متر، وهذا هو بالنسبه للحكايه هذيك. بالنسبه للسيكوريتي وكل، كان عندك اي سؤال على الكهرباء مرحبا بك في التعليقات، وكان عندك الفيديو تنساش تعمل اشتراك في القناه، وان شاء الله ما نكونش طولت عليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.